ديغان هو ساعد كجامع سيادة ايا كولان اوغارا كوليه مقالة اللاسعان وضي حارون تقوبل كسول كدب مركي اي كوهن قوبين هلغان كي يهيان كي ديرا اي اوغهد فنايين لين اي هلان مامل قمد احبنان سومالي لان يبود لانب سيدو كالي وحل لغا ميريي مدحوين كوهيين كان مامل قوبليت كبود لان او ميلا استيقرا جامع قراغالي ديغان هو ساعد كان او سومالي لان تيقاد كورونا ايي تان اي اللباد يكون يتضبادي ايا كتلا قوستي سند كي يقودن بيس إلا ورادي هوسي ايا شيغا ايا ان مهد عن باشي يحبنا كالي او سومالي لان كسوغاني اي كشغين ايان وضا هادل ديغان كان دحمرا حكومة دا وربحنتي انن ايا نكسو كوبينا قضباد عسي عبد الرساق خليف احمد او اها قدوميها قولها وكيلة دا اي سومالي لان مهد عن باشي او اها تليها قيبتا تضباد عيدا كسومالي لان iyo maayir ka magaalada Laascaanood oo ahaa isaguna isla raaska jaamac siyaada ayay Soomaaliland ku lahaayeen deegaankan waxana ay ku haysteen meteraad dhab ah iyaga oo kaga qaad qaadasho roona dhamaan ba deegaamada kale ee bariga Sool hase yeeshee dabayshii gulgishay labada degmo ee Laascaanood iyo Tale ayaa qorshahoodii iyo go'aankoodii bedeshay Cabdirisaaq Khaliif Axmed ayaana ka jadeer wacday Soomaaliland iyo xubno kale oo uu helinayay مستر خليفة يا هشيسيدي اللي رجل أي واحد كوكا هاين ونقعد دونه مدحوين كحجين كمام القبلات كبدلان. لاس عان ودنا يصير اسمية وهو استجد دون توه مجال دقر وهو حرب تمام القبلات كبدلان. هسي يا شيخ قرشها سي أي اسم دلي مركي دور شد وأي سود واتي وحنا كوهر دمي دمعي اس خلاف صن. ديجان كان يا وجهرين بوحى قاتين هو جاميها إمن كمجال ده لاس عان وتكتلية مستر فرلي. وإسلا ديغان كاسي كسو جيدا إيادو إلاعي حدنا عي كاسي لوشان ماير كمقالة داسي هسي يشي مصب كليو عي هيان أيان كيرين لبادنا مفع لغو مقابو سيدا إلا وراديو هوسي ورباهين تحقوقا لو حقي تيين نو حلوغا أود رونا دي حد حد الشدي إيو حيلا دي سياسة دي دي لغو نقونا أيين مدحوين كوحيين كمامل قبليت كبدلان تاني أيا كان تيين أي كارهن صدان أيوهو ده إيادو وكولان أي كوليهين مقالة اللاسعان ودي حارون تقبل كسول لماوغا كولان كودا وحا كسو بيحي دونا هسي يشي قوب جوغيال ايا شيغا يا اني حبنا سومالي لان كسو غاني سيوين كولان كاسي سامين وليهين يغو سامين ايا سو جيدا شو يا اني بدلان مچارها يغو آن كي اتكا اي او ديغان كاسي غاتي كونا دونا يي مامل مدح بنان هسي يشي مستنبيت كا ايا سياسيين تا ايا وقتigan حادر كا اقووس كا تاگان اني لبادن ديگمو مامل كنوغان كران دولة دا سومالي aqoonsigii loo dabaaldegay oo Mustar Firdhiye ka soo qaaday magaalada Muqdisho oo ahaa mid qarad leh ayaa noqday hal bacaad lagu lisay dadaal iyo halgan badan oo lagu soo jireeyna waqtigan haadirka ah uu soo oodmay oo tala waxa isugu soo ururtay in maamul goboleedka Puntland si rasmi ah wax loola qaybsado doorashadiisana laga qayb qaato iyadoo deegaamada tani ay durtaba isku qardoofayeen soo xulista xildhibaanada iyo sidoo oo kale madaxweyne ku xigeenka ديغان كان ايا رنسيجي سوحا وصلقا كوهايا سيدا الى وراديو هوسي وحاقي تيين حقوقان قادة شادة جاها عصوبيو جانقوين تا سياسة دا كوهر ديميسا مقالة اللاس عان ود وقتigan حادر كا كولان كان ايا يكمة دحبنايهين ديغان مدا كالي او هبا يراتيكا عاقان تامع سياد اد آنا حين ان اي كاسو قيب قشو وحانا جرا دروفو علاديت سياسة ديد يردقالي او وقتigan حادر كا اللو بيهاني هاي سيدي لوغة طلابي لها iyadoo maalinimo maalinta ay ka dambeyso xaaladu sii darsanaysay maadaama uu rajadoodu ay sii hoobanayso in badan oo ay sadkayeen xulufada bariga Sool midnimana muujiyeen sida oo kalena istiidsiyeen istiidooyin dhexdooda yeelay ayaa markan ay u muuqataa inay xarkaha goosanayso garaad jaamac garaad cali oo meelaystay madaxweyne ku xigeenka maamul goboleedka Puntland lana filayo shakhsi uu isagu ku qancsan yahay oo deegaan hoosaadkiisa ka soo jeeda inuu caleema saari doono ayaa isaguna waxa uu ku sugan yahay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool deegaan hoosaadka jaamac siyaasiyad ka soo jeeda oo siyaasiyiin iyo sidoo oo kale ciidan isugu jira oo dhinaca Soomaaliland jooga ayaana galaan gal siyaasadeed iyo sidoo oo kale waan wada ay doonayaan inay kula hadlaan deegaankaasi xukuumadda Soomaaliland oo hadii ba ay dhacdo aan si rasmi ah loo ogeyn inay albaabka ka furi doonto iyo sidoo oo kale inay iska diidi doonto wada hadal inay la sameeyso xulufada bariga Sool wixii wararaha kasoo kordhana waxa aynu ku soo qaadan doonaa warbixinaha soo aadan.